الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال. وعين كجر لي الحج والعمرة كتابك إني الفقه المنهجي وحين إلي تعريفك إلي بحنتي قدر الخلبات وزمن مشروعيتهما وزمن كي يحل يلا تشديي حج يعمره لعل أرجع ما شيء وحا وحوق بضن قيل اللي يريد في تحديد زمن وقت يحدد ديس يشانقون ديسا الذي سرع فيه الحج والعمرة حج يعمر الله الشرعية أيي وحا وقرها تحسنا وحوق بضن وحل اللي يريد حدا ينتا يشانقون زمن كان لتشدي حج يعمر ذا أنه العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصلت كيسة قالت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله عليه الصلاة والسلام بأي الله صعد عمره ذا يدو انت ويكسي والرئيسي فما رواه الشيخان ووحي وريا بخاري مسلم لوفد عبد القيس وذير عبد القيس وفد قوذي الذين فاسوا قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في أول العام التاسع للهجرة أول كا يبلا وغسنة كيسة قال هذه هجرة وقد سألوه وحي ويديين عن الأوامر التي يجب أن يأتمروا بها أوامرته هي وحي الله وفريه أي تاير أي كدر مان أي كل أغمان أي ويديين دبا تلوحوا يلي أمركم وحد فريا بالإيمان بالله إلهينا الرميسان وإقام الصلاة صلاة أوكتان بالإيمان بالله إله رمين ديسا وإقام الصلاة صلاة أوكد هذا وإيتاء الزكاة الزكاة بحنت هذا وصوم رمضان يا رمضان سومد هذا وتعدوا الخمس من المغرب إيا إينا وحا سوق لميستان خمس مرخا خب حصان وشن ميرادو ميلها الخالقتانو واعلموا أن ما غرمتوا فأن الله خمسه وللرسول ولذلق المولي طاما وليه شد أيقار كالسين أيو فلو كان الحج مفروضا هدو حج وأهان لها من ظفر اليري قبل ذلك عند كور سنة كاسة يارد بلا ويسي كور لعده حكتر لها في جملة الأوامر أوامرت الجملة ذي الدودوم كودة التي تاسو وجاء إليهم وجه ذي أي قدر لها لكن قدر إنها وعد تسلسة إنانو حلقا واجب أهين حكمهما ودليلهما هذا هو حكم كحج يعمر ذا يوحى الدليل حكم الحج ودليله حكم كحج هي دليل كيسا الحج فرض حج هو فرض باتفاق المسلمين مسلمين تأيى اسكوا فقصا وركن من أركان الإسلام واتير كمية تيرارك إسلامك لم يخالف ذلك أحد من المسلمين أرين دا ما خلافين مد مسلمين تكمدي إنو فر اليهي إنو ركن أركان الإسلام كمدي يهي لابو ذات علماء المسلمين تكمدي سمدين ودليل هنا الكتاب والسنة أسوء الكتاب والسنة الإجماع وعود إلى إلهي كتاب كيسا وعود إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعود إلى إجماع أي كل إجماع يسوى فقان علماء المسلمين. أما الكتاب فقوله تعالى وهي في سورة آل عمران إلهي يقول إن أول بيت بيتك يقول يوريا وضع للناس وضع لودك يقولك للناس متعبدا للناس سي وضعك وقول نغضى ميلي كل عبادة إسان للذي ببكة للذي ببكة بكة مكة ولغة في مكة يا بكة الله يرضى وبيتك قصوا المكة مباركة حاله يهي نودك يسوى بركيسا وهدى للعالمين يهنون عالمين تقويهي في بيتك آيات بينات آيات هي بينات هي وحيالة أبا خصوان مقام إبراهيم إبراهيم مقام كيسي مقام إبراهيم أيا خصوان مقام إبراهيم نبي إبراهيم مقام كيسي يهل كيو ساقي مركة وكعبدة لسي أيا خصوان لقى حيو سكتها
labada cagood uu saaray oo ay cagihiisii raadeeyeen ayaa ilaa yowmana hada ahow kasii muuqdaa raadkiisii labadiisii cagood ay kasii muuqdaan waana halka kacbada markaa halkaa kaga beegan ama xajada suudka muqaabilkiisa ee quraarada yar ee markaa imika dhalaalaysa la geliyo markaad saa isu taagto waxaad arkaysaa labadii cagood halkuu saaray oo raadkii cagdi si fiican uga muuqdo aad moodo waliba dhoobo qofu markuu isku taago oo kale say u muuqata ayuu muuqda waman dakalahu ka gala kaana aaminan mid aamina ayuu noqonayaa walilaahi ilaahayna waxa uu sugnaaday cala annaasi dadka korkooda xiju lbeyti beytka inay usoo xajeeray qasiyaan man mid korkii ayuu saaran yahay istataaca ilayhi sabiila jid ahaan u kara waman kafara ka ilaahay ka gaalooba ama waman kafara ka gaalooba wuxuu ilaahay ku faran yeelay ee xajkaasi ka gaalooba fa ina allaaha ilaahay haniyun mid ka deeqtoon weeye cani alcaalamiina caalamiin oo dhan ilaahay mid ka deeqtoon oo cibaadadoodaanay waxba taraynin kufrigooduna aan waxba yeelaynin weeye wa ama sunna sunnaha nebiga miyaa faqowluhu calayhi salaatu wasalaam waxa uu dalilay hadalkii nebiga fiima rawahu lbukhaariyu wa muslim bukhaariyu muslim waxay warinayaan can abi hurayra radia allahu canhu buniya alislaamu calaa khamsin islaamnimada waxaa lagu dhisay shan tiir shahaadati an laa ilaaha ila allah qirid la qira alla xaq lagu caabudaa inaanu jiri alla mooyaane wa anna muxamada rasuulullah nabi muxamedna rasuulkiisi iyo ergegiisu soo diray inuu yahay wa iqaami salaati iyo salaada oogideeda waitaa'i zakaati iyo zakada bixintooda dadkii mustaxiqiinta mutay la siiyo wa sawmi ramadaana iyo ramadaan oo la soomo wa xaji lbeyti iyo beytka iyo kacbada loo xajiyo loo qasiyo liman cidiyo ay u qasto istadaaca ilayhi sabiilan jid ahaan u kara dee soo xaji karaya masaariibdii iyo qarashii uu ku soo xajin lahaana helaya xilliyadaa hore waxaa loodhanayay qofka dee caafimaad qaba sahaydii iyo gaadiidkii uu raacidaaba haysta laakiin hadda dee gaadiidkii waa diyaaradaha iyo maraakiibtaasaa la racaya ama gawaaridaasaa la racaya qofku waa inuu qarashkii ku baxayay iyo wuxuu masaaribsan lahaa iyo ehelkiisa wuxuu uga sii tegi lahaba waa inuu haysto wa ama alijmaacu ijmaaca culimada muslimiinta faqad ittafaqad waa iswaafaqday kelimatu culamaai lmuslimiina calaa fardiyatihi faralnimada xajka ayay isku raaceen oo ay ku kulantay min kayri an yashida minhum axadun iyadoon midna aanu ka shaadoobin oon midna gaar ka noqonin walidaalika saa daraaddeed ayay xakamuu culimmadu waxay xukmiyeen bikufri jaaxidihi ka diida inuu gaaloobayo xajka ka diidee la yidhaha maxaa meeshan laga qabanaya iyo macna male ka yidhaahda iyo waa iska warwareeg iyo ka yidhaahda waa gaaloobaya liannahu inkaarun waa diidmo limaa thabata bilqur'aani qur-aanka wuxuu ku sugnaaday uu diiday wa sunnati sunnaha wuxuu ku sugnaaday uu diiday walijmaac iyo culimmada muslimiintu waxay isku raaceen itnayn xukmu lcumrati wa daliiluha waa xukunka cumrada iyo daliilkay leedahay alcumratu fardun cumradu waa faral kalxaji cala ladhari haddaynu qabano qowlka xoogga badan min qowli limaam shaafici raximahu llahu tacala ee qowlka imaam shaaficiya wastadalla cala dalika bilkitaabi wasunna waxa uu daliishaday imaam shaafici kitaabka qur-aankaana waa u daliishaday sunnaha nebigana waa u daliishaday ama alkitaabu fa qowluhu tacaala waa ilaahay olaadiisii wa atimu lxaja walcumrata lilah wa atimu la kaalaya alxaja waalcumra lilaahi ilaahay dartii ayagoo dhammaystiran la kaalaya ayituu bihrimaa la kaalaya taamayna ayagoo dhammaystiran la kaalayo labadiiba ilaahay sibuu u wada amray oo uli ayagoo dhammaystiran labadooduba la kaalaya wa ama sunna sunnaha nebiga miyaa fa qowluhu waa olaadiisii fiima rawaahu ibnu maaja walbayhaqi wa kayruhuma biasaanida saxiixa xadiidkiiba waa saxiix sa ay sheegeen can caisha radia allahu canha qaalat waxay tihi qultu waxaa yaa rasuula allah hal cala nisaa'i jihaadun dumarka jihaad ma saaran yahay qaala wuxuu yihi nacam haa jihaadun laa qitaala fiihi haayoo dagaal jihaad aan dagaal lahayn ayaa saaran alxaju waalcumra xajiyo cumraa saaran xajka iyo cumradu waa jihaad yacni ma weliba xajkaa sii daran oo marka socodkiisa iyo hawshiisa iyo rafaadkiisa
neefkaagii xoolahaad wadato oo aada biyahaagii aada u aadseeto oo aadan suuli lahayn oo meelaad gasho aan lahayn dhulka wada buuraha ay tahay ayaa dee loo soconayay oon layr jirin oon waxba jirin baa markaa la tegayey oo markaa loo socdaalay markaa jihaad aada iyo laxaad u xooga ayuu ahaa iminka yacnii dee waa iska iminka waxaaba wey yacnii iska dalxiis oo kale ayaaba iminka iska eekaanaya siduu u fudud yahay haddana kolleyba rafaad iyo dhib kama madhna cumradu waa yaro dee saxmadeeda iyo cidhiirigeeda iyaduna badan markaa xadiidkana waa kuwii lahaa dee waxaan arkaynaa jihaadkiinu afdalu lacmaal yahaye miyaanaan jihaadaynin waa kida lakunna jihaadun laa qitaala fiih waxa idiin sugnaaday jihaad aan dagaal ku jirino alxaj walcumra mulaaxadaad waa daymooyin iyo fiirooyin gaara meela u baahan in laysgardul taago الأولى تهري كان مرة يجي الحج والعمرة على المستطيع إمي ستشير أيو كواتش بها حجك يا عمرته قفقي أوودي أجمع العلماء وحي كويش مع رئيس وافقين على أنه لا يجب الحج والعمرة حج يا عمرة إنا هري واتشبين على المستطيع كي كري إلا مرة واحدة في عمري كلها هل مرك اليوم بعمرك يصعدن إكو واتشبين إلا أن ينذر إنه كل نذر ما يعرف فيجب الوفاء بالنذر نذر كائن مركا وفيا واجب إيسا حجك إسلامك يا عمرة إسلامك وحل مرؤون قفقوا إنتو قاين قارو حدوسة كل نذر إلى ذا إلى أحد يقول له سنة كلينا حجي سنة ذا صوت سعودينا حجي إلى عمرة إيسا دي النذر كاسك هو واجب إيسا ودليل أنه على ذلك هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وعري خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خطبة أخري فقال وعري يا أيها الناس ضدوا قد فرض عليكم الحج حج أيها الله إذا كفر اليوم فحجوا وسوى حجيا فقال الرجل نبا وعري أفي كل عام يا رسول الله أوصلنا كسمي يا حجك رسول الله فسكت وأمصيحتها قالها ثلاثا إلا صدح جيرودي نبي وأمصي رسول صدح جير أفي كل عام يا رسول الله أفي كل عام يا رسول الله سنة كسم يا رسول الله سوحة شيئنا قالوا حريدروني ورمي ويقتها أو سؤالها فرها بذن إيقاد داير ما تركت منت هذه كتغيرا أنا وحيد فرن أنا وحيد يشيئين إذي كل إيقاد داير ولو قلت هدانا ورن لها نعمها لوجه ودوي واجب إلهي سنة والله ما يعني ما واجبين نقطه ها هذا والله وإذا كوا واجبين ولا ما استطعتم ما ريدان أودين سنة كسيلة سوحة جدان وإنما أهلك من كان قبلكم كوا إذا كوا رأي وحا هلاقي كثرة سؤالي مسؤاله هذه فرابطنا إما قربنا إسرائيل وكر إلهي نتس إما سوى حبي أيضا البدانو مركي وحي أيضا البدان لو كان أدرى راعي وانا مرمي وانا دوات الله روي واختلافهم على أنبيائهم إيا إسخلاف يا أنبياء إسكو خلافيين أي مركا دي قار رومينيين أي قار خلق قلوميين أي سكوتوا القبسانيين أي بيرينيين فإذا أمرتكم بالشيء مركا الوحيد فرفأتوا منه ما استطعتم انت أودان كراك عليهم وإذا نهيتوا عن شيء مركا الوحيدين ديدنا فاجتنبوه كوضا الإرادة وكوضا التقارة وهم مسلم أيوري والنسائي وحديث جابر وحكى روكا مدى حديث جابر من سراقة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة أي ويدي فقال يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد عمرة ما سنت كيغا رنبا مسولي يد واسع لسوى الله وضيا فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أسابيعه واحدة في الأخرى فريه سأيوسى الشبك سأقدك ماذا أيو تكلمك أساو لحق ليوسى سيولي وقال يحرير دخلت العمرة في الحج عمرة حجك أيه قولا قشر دخلت العمرة في الحج مرتين لما تشير بلو لا يعني سنت كانوا قولا ما ها يعني حل قيسوات بل لأبد أبد ولي يد
يعني دي واي فرانت هاي وي او بمعنى دي واجب معها اي يعني واي فرانت هاي هو مسلم حتى واحد كان ولا هي دخلت العمرة في الحج عمرة دي حج اي يقول لك شيء وعلى العلماء وحا لو جيدا عمرة وحا بنانين بلها حج كلا سوية الى قيامها الى قيامها ان عمرة بلا حج كلا سوية بنان او جاهلية دي وحي شيئين شرين ان بلها عم حج كلا عمرة يسا فجور يدم اللي قلق هو وين نيتهي برخصوص النبي صلى الله عليه وسلم يلي إيا ما يعوى قرانكي إلا إسراعي حجي عمرتي أو دخلت العمرة في الحج مرتين أو بمعنى اللوغتي دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج وحي يقول لك شيء أفعاش عمرة أفكاش أفعاش حج كلا صغيرة يو بمعنى يقف كل ما دي بينتو وذني أيو أيوة هل حجون قدر يا عمرة لا يقول لك ليس أما بينتو عمرة حلو أيوة سواء أنت واقف جدي سواء أنت حج كده الجلية ده ترى عمرة حج ما بده حق ليس قريا قرنا ده وحي لا يهين هل كاسا واجب جدو كوارا عمرة جاري ما بتشرت يا عمرة دي حج كده حق سواء عمرة هل كاسا بركة واجب كده ما هو كل عيوم تشرت اللي عمرها ضم به حسنا قول ضعيفة من باطلة أي الله قلت لهم رسالة إمام النووي بركة شرح مسلم وقصة قادر أيوه رواه مسلم الثانية هل يصح ما انصح يا تأخير الحج والعمرة لمن وجب عليه أم يجب عدهما فورا في رضا قار كام ملاحظة اللباط وحوية ما انصح يسا حجك يا عمرة إن لدبلغو إذا يكوى جبتي أواضو حري إنو دبلغا بنان تعالى ما صحيصا مسوى حواجبا إنه سدق دقا وحاجة ما عمره يسوى ماذا أبو الشافعي رحمه الله تعالى وحوية أن الحج والعمرة حج هي عمره لا يجبان على الفوري سدق دقينا نواجبين بل يصيح تأخيره وإنه دبلغا عياب بنان لأن العمرة عمري وكله دمانتي زمان وقت بيقول لي دائما قد الشهدويه انت ادنوش هاي اردن مين عمري يحل بيوتهاي زمان وقت بيوتهاي قد الشهدويه لكن بشرط العزم على الفعل في المستقبل لكن وين ادقوستا دي انا سوحة جليسو انا سوحة جليسو وين يدك وجدت ادقوستا وهذا لا ينافي كايما مشافعي وقبانا ما انفل ايو ماشا كساري ما ايو انه يسن اداؤهما الا سنة يقود شهادة عقب الوجوب واجبتان قعلبتيسا فورا سدق دقا تاوي ليه ان وقت الزمن عمره سؤالا بها الزمن لأدائهما هو ما انفل ايو ما ديديسا الا سنة ايو انه قفق قوتو عقب الوجوب مالا لمرك يكوها اجبتان فورا سدق دقا وقور ما يكوها اجبتيسا ده مركز مستطيع نقول أذوق إنجاره عقل مركز هشوا واحد كوه جن لهيد أصير وده أرك ده نمرك شروط على هراه أي واحد كوس واحد شيء كرتاء هشوا مركز يكون واجب إسلام مركز يكون واجب تيبة إلى سوا واحد فورا صدق دجا إلا صنعة ما يشكر صار ما يصير داس وبعدين ترى يد الله دك دجا إلى براءة ديمتي ديمتي سين بريانه ده واحد يقال ديمان ده تي إسمه هو تي ده ما أجد dimada markaa weynaad si degdeg ah u bariyeesha oo waxa laga yaabaa haddii uu too hadal dhimato deeyiraan dadkii markaa dhaxal ka galahaana aanay wax xusuusan waraday uma soo xajin hanteen waa ka soo xajin waa laga marmaan dadka dhimaraya ee hantida ka dhimaraya in la ila ma soo xajin mise ma soo xajin hadii aanay soo xajinin in hantidooda aan la qaybsan illa laga soo xajiyo waa mid waajib ah لأن واجب صار ربها ومصارعة بطاعة ربي سوى دي مدي سبرية ليا إيا يسوى قودك دقيا طاعة ربي قال تعالى إلهي وحي لفسبقوا الخيرات وحا خيرات كي وناقا قودك دقا إلى الله لا يحكس مرجعكم نقض كين وعضاو نقض ساتشبع لديك وإذن فينبئك وعدك ورمي الدورة بما كن فيه تختلفون وحا يسوى خلاف السبب ديك ورمي الدورة الثانية في رضا قارك هي الصديحات الثالثة الصديحات
كم عمرة اعتبر الرسول صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم حجة حجة إمي سعمرة أي نبي محمد صلى الله عليه وسلم عمره يصير إمي سحج بارو حجي عن قتادة وعلى قولي يتابعي قتادة لا يلاحظه قلت وعن نقول إلا أنس كم حج النبي صلى الله عليه وسلم إمي سحج النبي حجي قالوا وحري حجة واحدة حج كليئة وحجك دي حجة الوداع لا يلاحظه إيه سنة كتنان وحجي هل كان مرم بحجي واعتبر أربع عمر أفضل عمرنا وعمر إيسي عمر في ذي القعدة عمر ذي القعدة أي عمر إيسي وعمرة الحديبية حديبية سنة كي لحاذا اللي سكورت عمر ذي وعمرة مع حجته عمر مركاين حج كيسا لسعتي وعمرة الجعرانة إذا قسم غريبة حنين عمرة الجعرانة وكسو عمر إيسي جعرانة أما جعرانة إذا قصب غريبة حنين مرقو حنين قصود إلى أولتها قيبية غريبة دي رواه الترمذي أيها وريه وقال حديث حسن صحيح ورواه البخاري ومسلم وريه قال النووي رحمه الله في شرح لمسلم وإمام النووي يقول شرحه ومسلم قل شرحه كانت إحداهن عمرين كانت في ذي القعدة ذي القعدة أيها العام الحديبية سنة ست من الهجرة سنة كل هذه هجرة وسدوا فيها وانا ليس كهول استاقي فتحلل وي حلال وبين وحسب الله عمره عمره له حسابي ما دام هل قامرك اللي ليس كهول استاقي اي حلال وبين تا عمره له حسابي وثانية في ذي القعدة تصد لبعض نوحي ذي القعدة سنة سبع سنة كي تضباد وهي عمرة القضاء وعمر الله هرتي وكوك الليني وسنة كيسة رجل قاعدة يرى بعض وثالجة في ذي القاعدة سنة ثمان وهي عام الفتح عمر الله صدح عدد القاعدة يرى بعض سنة كيسة ذات فرشدة سنة كيسة أو مكفرتين والرابع مع حجته صلى الله عليه وسلم عمر الله مرقى أفراد نوحي يتاحج كيسة لسعوتي هلكا ابن قيم الجوزي رحمه الله كتاب كيسا زاد المعاد كان ملكو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كور رميه وحري ولم يكن في عمره عمر واحدة خارجا من مكة هل عمره عمره كيسا كم ذي مدعين استقوى مكة قصوغا انو خب حيو ادنى الحل انتو اما تنعيم تقي اما ملكة تقي انو صو عمره السيد كما يفعل يوم كثير من الناس سيدا اي ام بضر وضتك مصبئيه ومرك ما كنت قال يا حجيه كل بابرك قال الله بحيو عبد العمر تنعيم لغس وخدريو صدح يافر عمر الله قسبين ايو وانما كان عمره كلها وهو داخل الى مكه عمره يجي ساسي وحي اهاين مركه ومكه سو غليه ايو ما هاين اي سو ما هو حال عمره وبحي ما جرتو احد في حياته سمايينا ما جرين اذا كي هو اوغلاده عائشه إنه يسوع عمري ستو عبد الرحمن يلي وصار تنعيم وصار يلي موهي أنا مركي تلي مركي أي دي عادي هالشي ولي حجك أي عمر هذا يبوي سرع يسوع كان راعي أي تلي ضد كده حج عمري لأن قرى أنا نور حج كلية وأكيد عبد الرحمن كحي وخص عمري سي تنعيم تام موهي يعني وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعين مركا قف حتى ما كنت وقلت بحص عمري سا ما تشيلين سادر أدد بإليهين تاس أيوم بابر وقفك سوكر أيو وعمر يسر يبو يارين وقلنا الموضة سنة ما رضا قال قوة دواء سنة وافي عن تايب إلى ذلك لكن هذه النبي صلى الله عليه وسلم بركة لك أحد ليو عمر النوع عاسي مدعين خير كل واحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قابصده أيها ورأيسا درس قال غير نوتك وبالله توفيق.